طبعا منطلق ادوارنا المجتمعيه ورؤيتنا واهدافنا بتوجيهات صاحبه سمو الشيخه جواهر بنت محمد القاسمي حرم حاكم الشارقه وقياده رئيسه الاداره سعاده مضي بنت محمد الشامسي. نسعى نحن في اداره مراكز التنميه الاسريه في الوصول برسالتنا الى جميع كافه افراد المجتمع بشتى الوسائل والسبل. فكره المسابقه انبثقت من تبني ابداعات الطلبه والطالبات في مجال صناعه الافلام والتصوير الفوتوغرافي، بجانب ان حرصنا في الاداره على نشر ثقافه الوعي المجتمعي باهميه الترابط الاسري ومعرفتها من وجهه نظر الشباب. وطبعا احنا اهدافنا الرئيسيه كانت في موضوع مسابقه التصوير. هو رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى فئه الشباب وتفعيل دور الشباب في المجتمع. نعم. جميل، طيب وما المحاور التي تركز عليها المسابقه وما فئاتها؟ نعم. ضمينا للجائزه 7 محاور تقريبا، جميعها تواكب ظروف المجتمع المحلي. من خلال المحاور التاليه: لنواكب التطور ونحافظ على عاداتنا. وطننا هويتنا. المحور الثالث: شباب ثروه. المحور الرابع كان التقنيات الحديثه وسيله تسهيل الحياه وليست حياه. المحور الرابع كان العلاقات في حياتنا عن طريق استعداد اي موضوع له علاقه بصله الرحم، الاباء، الابناء، الجيران، إضافة على للعلاقات الأسرية الناجحة. والمحور الأخير كان التبذير والإسراف.